اليوم راح نتكلم عن عملية المضغ، يعني نخلي الأكل قد ما نقدر مدة أطول. ليه ما نحس أن الأكل صار لين؟ كل ما صار لين أكثر كل ما راح يساعد على عملية الهضم وحتى الإحساس بالشبع، لأن الجسم راح يفرز اللعاب والإفرازات أو الإنزيمات الهضمية اللي يساعدون على شنو؟ على الهضم. لأن أكثر مشاكل السمنة أن الأكل ما قاعد ينهضم وما قاعد نحس بالشبع، خاصة لأن نبلع الأكل، فهذا راح يساعدنا حتى بالإشباع بصورة أسرع، وراح يساعدنا على تكسير بعض المواد، وراح يساعدنا حتى التخلص من انتفاخ المعدة، مرور الأكسجين للمخ وسيولة الدم، يعني سهولة سيولة الدم. فأنصحكم أن تخلون الأكل قد ما تقدرون في الفم أو نعلج الأكل بصورة أو لفترة أطول. إيش كثر؟ طبعاً ما نقدر نحدد، بعض الدكاترة أو أخصائيين يقول لك 18 مرة 22، لا طبعاً يعتمد على حسب الأكل، البطاطس الرز غير عن اللحم. فطبعاً أنت تحدد، كل ما تحس أن خلاص الأكل صار لين هاي لأنه راح يساعدكم على عملية الهضم بصورة أفضل، وراح نستفيد حتى من الأكل بصورة أفضل. والله يعطيكم الصحة والعافية وشكراً.